ممكن كمان استخدم بوزيشن تاني زي الكوادريبيت بوزيشن. كوادريبيت بوزيشن بستخدمه بكذا طريقه، ممكن تبقى ترانسفيرس او لونجيتودينال على الرول. بحط التشايلد، بحط الرول قدامي لونجيتودينال لايك ذات، وبخلي التشايلد يبقى نايم كده تمام. وطبعا لازم الهاند تبقى سبورتد هنا، لو مش طايل والارم عالي جدا بجيب مثلا زي بلوك زي دي كده، اوكي، بعليها عليه شويه بحيث ان هو يطول تمام. طبعا هي بس عشان الايد بتاعت الدول دي هارد شويه، هو المفروض الهاند تبقى معموله ازاي في اول اوت وورد روتيشن وابدكشن واكستنشن في الثم، عشان استخدم الديستال كي بوينت اوف كنترول ان هو ينهبت الفليكسور تون اللي موجود في الابر ليم. واستخدمت البروكسيمال كي بوينت اوف كنترول اللي هو الشولدر تو انهبت الفليكسور تون في الابر ليم. اوكي، حاجة تانية كمان بشجع للتشايلد تو ريز هيز هيد ابورد رايتنج ميكانيزم. اولسو ذس action extension of the head upward proximal key point of control will inhibit the flexor tone of the upper limb. حاجة تانية كمان ان هو لما بيرفع راسه لفوق ده كده برضو functional movement. لو الشايلد ده delayed in his head control انا كده بشجع بواكب الموتور ديفلوبمنت بتاع الشايلد، زي ما احنا قلنا من ضمن الكونسبتس والايم بتاعت بوباث is to guide the child through his normal motor development. اوكي، يبقى انا كده بعمل facilitation of a milestone in a functional way. functional way ليه؟ لان الطفل ممكن بعد كده يعمل crawling. crawling دي حاجه functional، فبدايه الكراولينج اصلا ان هو يجي في الايه quadruped position. نفس الفكره في اللور limb، عامل ايه؟ عامل flexion abduction تمام عشان inhibit الاكستنسور تون. ولو حابب كمان ان انا اعمل dorsiflexion في البيك 2 تمام، وهو في البوزيشن ده ان هو يعمل dorsiflexion في البيك 2 عشان يقلل الاكستنسور تون في اللور limb. كل دي positions او examples of Boba. في طبعا تاسكس كتير جدا احنا بنستخدمها ومن various positions، حتى من standing كمان، يعني بنعمل حاجات كتير، بس دي just examples انت ممكن تستخدمها كنوع من النيورو ديفلوبمنتال تكنيك. ودايما remember you have to achieve all the aims of Boba technique.